نقول أن الله سبحانه وتعالى نثبت صفة المحبة والود والخلة، كأنه يقول لك هذا، نثبت ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، محبة يحبهم ويحبون. اعلم أن المحبة ليست كالمحبة، ولا الود كالود، ولا الخلة كالخلة، مفهوم واحد. يحب العمل ويحب العامل، محبة العامل، محبة العامل، مثال لمحبة العامل، ها يا أخوانا، ومثال لمحبة العمل، محبة العمل، قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. ومحبة العامل، أحب النبي الله سبحانه وتعالى، نعم، يحب التوابين، يحب المتطهرين، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والصالحين والموحدين، نعم. قال والود أعلى من المحبة، وأعلى درجات المحبة الخلة، نعم. قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا، يملك سويداء القلب، نعم. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا عليه الصلاة والسلام، وفيما نعلم أن الخلة لم تثبت إلا لإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، نعم. أكد الكلام، وأنه كلام حقيقي بالصوت وحروف ومسموع، يتكلم متى شاء ومع من شاء وكيف ما شاء، بكلام يليق به سبحانه وتعالى، نعم. إيمانا وتصديقا وتسليما لكل الصفات، نعم. ونؤمن بالملائكة عليهم الصلاة والسلام، نؤمن أن الملائكة عالم غيبي، خلقهم الله من نور، يطيعون الله ولا يعصونه، لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب. نؤمن بجميع الملائكة عليهم السلام، وبمعلمنا الله من أسمائه مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وبمعلمنا الله من صفاتهم لا يعصون الله ما أمرهم، وبمعلمنا الله من أعمالهم مثل جبريل عليه السلام وكل بالوحي، ونؤمن بكل الأخبار التي جاءت عنه. الآن يفصل لك الملائكة والنبيين عليهم الصلاة والسلام، نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون، ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام، وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، أدوا الأمانة، نصر الأمة، بلغوا، جاهدوا في الله حق جهاده. نؤمن بأن أول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام، وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وخاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نؤمن بهم إجمالا، وبمعلمنا الله من أسمائهم وصفاتهم والأخبار التي جاءت عنهم والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها، نعم. الكتب نؤمن أنها كلام الله منزلة غير مخلوقة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بجميع الكتب، وبمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائه، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام، وبمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أخبارها وأحكامها ما لم تنسخ، وأن القرآن ناسخ لهذه الكتب. نؤمن بهذه الكتب، لا نطالع ما فيها، لا نطالع إلا ما ورد في الكتاب والسنة، نعم. ونشهد أنهم كانوا على الكتب المنزلة على المسلمين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، نعم. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. يعني الآن كل من استقبل القبلة، كل من صلى صلاته، نحكم على ظاهر بإيش؟ بالإسلام. إحنا علينا الحكم على ماذا؟ على الظاهر، والله يتولى السرائر، نعم. ما دام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعليه، نعم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، نعم. قال فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على الظاهر، والله يتولى السرائر، نعم. ما دام بما جاء به قلنا لا يمكن أن نتكلم، نسأل، نفكر حتى التفكير. قلنا إذا وسوس لك الشيطان تستغفر وتقرأ قل هو الله أحد، لا تخون، لا تفعل ما
مثل ما فعل المخالفين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. نعم. ولا مجادلة بالقرآن يعني بالباطل. نعم. ونشهد أنه كلام رب العالمين. نعم. نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وهو كلام قل ما يكرر والتكرام يعلم الشيطان. وقلنا لعل يكرر بعض المسائل التي حدثت في عصر وكان فيها إشكال وما تكرر تقرر. مفهوم؟ نعم. والقرآن مثال. نعم. وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. لا نخالف جماعة المسلمين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نكون على ما كانوا عليه. قال الجماعة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. نعم. صلى الله عليه وسلم.